الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال وزير المالية علي علاوي إن العراق يعاني من أزمات مزمنة ومكثفة عمقتها تقلبات أسعار النفط، وأضاف علاوي أن تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية باتت تؤثر على المجتمع العراقي من خلال خلق أزمات مزمنة، مبينا أن تراجع إيرادات النفط العراقي والفوضى الأمنية كانا مصدرين للقلق على جميع المستويات، مبينا أن هناك حاجة إلى استراتيجية مالية عبر الاقتراض لأغراض سد الاحتياجات الملحة، فضلا عما تمثله ما قال عنها الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي والمالي لتجنب التقلبات المتوقعة. قال مستشار محافظ النجف لشؤون المشاريع والاستثمار عباس العليوي إن هناك مشاريع البنى التحتية والخدمات تستمر لأكثر من سنة نتيجة عدم إقرار الموازنة وصرف التخصيصات المالية للمشاريع، وهو ما أدى إلى توقف عدد منها وعدم إنجازها بالكامل. وبين العلاوي أن بعض المشاريع المنفذة تحتاج إلى مشاريع تكميلية لتدخل الخدمة، موضحا أن تأخر الموازنة سيقيد عمليات الصرف بالنسبة للموازنة التشغيلية التي تتضمن تعيين الإجراء اليومي وموظفي العقود في الدوائر الخدمية. قال مدير ناحية العظيم في ديالى عبد الجبار العبيدي إن زراعة الرقي ستتقلص بشكل كبير خلال الموسم الحالي بنسبة 70% وربما أكثر، وأضاف أن الجفاف دفع المزارعين لهذا الخيار خاصة في ظل عدم وجود أي حصص مائية، وما يزرع سيعتمد بشكل مباشر على الآبار الارتوازية، مؤكدا بأن الرقي محصول استراتيجي في العظيم، وفقدان زراعته يشكل كارثة أخرى في ناحية تشكل الزراعة عصب الحياة للأهل. قالت شركة تسويق النفط العراقي سومو إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت ما يقارب 93 مليون برميل بإيرادات بلغت نحو 8 مليارات دولار أمريكي. وأضافت الشركة أنه بالمقارنة مع صادرات شهر كانون الثاني الماضي فإن العراق خسر أكثر من 6,500,000 برميل لم يصدرها بفعل تلكؤ الإنتاج وإغلاق بعض الحقول، مشيرة إلى أن العراق فقد أكثر من 1,200,000 برميل في شهر شباط رغم ارتفاع حصة العراق الإنتاجية وفق أوبك، إلا أنه لم يحققها ليكون مجموع ما تراجع من صادرات العراق خلال شهر شباط مقارنة بكانون الثاني الماضي هو 7,700,000 برميل، وباحتساب سعر البرميل ب 94 دولار فإن العراق خسر خلال شهر شباط قرابة مليار دولار. كشف عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان العراق ريبوار باكي عن حاجة الكردستان إلى نحو 5,500,000 لتر بنزين يوميا، فيما أكد أن وزارة الثروات الطبيعية تؤسس مصاف لها لإنتاج كميات من البنزين. وقال بابكي إن سبب ارتفاع سعر البنزين في مدن كردستان العراق يعود لمحدودية إنتاج الشركات العاملة فيها، وهو ما يجعل الكميات المتوفرة لا تغطي احتياجات المواطنين. وأشار بابكي إلى أن هناك أسبابا إضافية أخرى تتسبب في الأزمة، منها صعود أسعار النفط الخام بعد الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب ارتفاع أسعار البنزين المستورد. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز بأمان الله.